معرض رفع شعارا هو صنع في غزة. أهداف المعرض تتركز في عرض المنتجات التي يمكنها تخفيف الأعباء على سكان القطاع المحاصرين. أما المعروضات فقد اشتملت على كثير من الابتكارات التي ربما احتاج الكثير منها إلى دعم من أجل أن تجد طريقها للتنفيذ، ومنها جهاز يحول الطاقة التي تولدها أمواج البحر إلى كهرباء. إنجاز آخر هو تشغيل عدادات الكهرباء بواسطة البطاقات الممغنطة التي تحدد أيضا كم تبقى من المبلغ المودع لتشغيل العداد. ومن غزة إلى كوريا الجنوبية التي تعالت فيها في الأيام الأخيرة الأصوات المطالبة بالرد على الهجمات التي شنتها كوريا الشمالية، ولكن الرد هذه المرة ليس بالصواريخ بل بالبالونات التي تحمل الشعارات المناهضة لكوريا الشمالية. أكثر من 200 تجمعوا على الحدود مع كوريا الشمالية وأطلقوا هذه البالونات التي تحمل نحو 200,000 منشور ومئات اسطوانات DVD. هذه الأسطوانات تقدم صورا لما يعانيه المواطنون في سجون الشمال، كما يقول الكوريون الجنوبيون الذين يرون أن كثيرا من الكوريين الشماليين لا يعرفون ما قامت به حكومتهم من هجوم على جزيرة يونبيونغ. وإلى الذين يريدون أن يزوروا الديار الأوروبية في جميع بلدانها، عليكم بإعداد الألبسة الثقيلة. هذه البعض المشاهد المتكررة في بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وغيرها من البلاد الأوروبية، حيث لم يعد بإمكان السيارات أن تسير بارتياح في الطرقات التي غطاها الجليد، وحتى السير بالأقدام أصبح من الصعوبة بمكان. معظم الناس كانوا يتوقعون طقسا معتدلا بسبب الاحتباس الحراري، ولكن النتيجة جاءت على عكس ما يريدون. وأخيرا إلى مكسيكو سيتي، حيث تقوم مغنية البوب مادونا بعمل جديد من تلك الأعمال غير الفنية التي بدأتها في الفترة الأخيرة. مادونا افتتحت جيمنازيوم من أجل اللياقة الصحية تبلغ مساحته 30,000 قدم مربع، ربما يكون موجها فقط لطبقة الأغنياء الذين يحبون القيام بالتمارين الرياضية على أنغام موسيقى مادونا. أما لماذا اختارت مادونا مكسيكو سيتي ذات 20 مليونا والهواء الملوث بحركة المرور؟ تقول إن لها تاريخا في المدينة يدعوها لي.